اسعد الله صباحكم كل خير مشاهدينا، ومع حلقه جديده من برنامج صباح الخير يا كويت لكم اعطر تحيه وصباح الخير منية. صباح النور لك هاشم، واجمل صباح لكل من يتابعنا في حلقه اليوم من صباح الخير يا كويت، فيها العديد من اللقاءات والتقارير ان شاء الله تنال على اعجابكم. ونبدا حلقتنا باذن الله مع المهندس عادل عبد العزيز النصار، رئيس مجلس اداره الجمعيه الكويتيه للحمايه من اخطار الحرائق. وبعد ذلك عندنا لقاء مميز مع الدكتور عمار علي النقي، بروفيسور مساعد في جامعه الكويت، استشاري جراحه الاطفال. وبعدها ايضا راح ننتقل لزميلنا نجيب القحطاني وجولته في مركز نويصيب الحدودي، لكن مثل ما عودناكم دائما نبدأ مع الصحافه، راح تكون مع هاشم. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل اصطفاه وجعل الحق في دعواه بجنة عرضها السماوات والأرض بشر ومن عذاب النار حذر، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وبإذن الله لليقين هدانا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والآن مع أبرز عناوين الصحف المحلية ونبدأها بصحيفة القبس، تواصل استقرار الوضع الوبائي في البلاد، مركز عبد الله السالم الثقافي يعزز مكانته دوليا عبر إكسبو دبي 2020، الجريدة وزارتا الداخلية والصحة تبحثان تسهيلات دخول الأطباء، حملة التطعيم الميدانية لفيروس كورونا تجوب الفروانية والجهراء الأسبوع الجاري، الكويتية تقول طب الأسنان التعليم حضوري بنسبة 100% في العام الدراسي الجديد، الفريق المكراد يقول ضرورة التعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية والعسكرية لحماية البلاد من أي كوارث محتملة، الرأي ديوان الخدمة التوظيف يتم آليا ولا تدخل في تقديم مرشح على آخر، انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم، الأوقاف رعاية سامية لتنشئة الأبناء على تعاليم الدين الصحيحة البعيدة عن الغلو، جامعة الكويت تعرض القمر الصناعي الأول في إكسبو دبي، الأنباء صندوق التنمية مشروع التكيف والصمود لتقليل فرص العواصف الرملية والترابية العابرة للحدود، الدفاع القرار جاء وللدراسات سابقة وتم تفعيلها، ومدة التدريب والمقررات وآلية الحضور يتم تحديدها وفقا للتخصصات، فتح التطوع للعنصر النسائي في الخدمة العسكرية نهاية العام والقبول ودخول الدورات بداية 2022. انتهت جولتنا الصحفية في شارع الصحافة، خلكم معنا وأول لقاء في صباح الخير يا كويت، لكن بعد هذا الفاصل. ونرجع نقول لكم صباح النشاط، لأن ممارسة التمارين الرياضية ليست وسيلة للحفاظ على الوزن أو على اللياقة البدنية فقط، لكن ممارسة هذه التمارين لها فوائد كثيرة، أهمها تحسين القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. خلينا نشوف معكم هذه الفقرة الرياضية.
الأعزاء مع الفقرة الرياضية، واليوم إن شاء الله راح نسوي تمارين وايد حلوة حق تهيئة عضلات الجزء العلوي. إذا كان جسمك شاد يمكن تستخدم الموبايل فترة طويلة أو على المكتب، فهني عادة يكون شاد، ولما بتمارس الرياضة راح يكون شوية جسمك تايت شاد. فباستخدام الباند راح نسوي تمارين وايد حلوة تساعدك في تأهيل الجسم، وأيضا مثل ما نسميه التأهيل الرياضي على أساس يهيئ الجسم تقدر تسوي تمارين وأنت مرتاح. أول تمرين راح نسويه اسمه بول أبارت. هذا التمرين راح تأخذ فيه الباند وراح تسوي فيه بول أبارت، مثل ما تشوفوني قاعد أشد الباند كأني أبي أقطع الباند. هذا التمرين يساعد على تقوية عضلات الظهر والعضلات الترابس المثلثات نسميها ولوح الكتف. عادة هذه المنطقة شادة، فهذا التمارين تساعدك في تهيئة هذه المنطقة، مهمة جدا تساعدك أن جسمك تحس العضلات الجزء الظهر. عادة نحن ما نشوف هذه العضلات، فهذا التمرين يساعد في تحسين أداء الجسم خصوصا عضلات لوح الكتف والأكتاف. إني على التمرين الثاني نفس الفكرة بالضبط، ولكن راح يكون عمودي. هني راح نركز أكثر على الأكتاف وأيضا على عضلات البيطان، عضلات الظهر، وراح تسويها بشكل عمودي على أساس إنه يساعد على تقوية عضلات الركبة أيضا والأكتاف. إني على التمرين الثالث راح يكون عبارة عن كومباينيشن، ثلاث تمارين ورا أربع تمارين ورا بعض راح نستخدم فيها الباند. راح أربط الباند على ريولي بالطريقة هذه، بعدين أسوي ستريت آرم مثل ما تشوفون، ستريت آرم لفوق نسوي سيدة، بعدين نسوي تمارين الثانية اللي هو راح يكون تمرين الهاي بول يساعد على تقوية عضلات الأكتاف والترابس، بعدين تمرين اللي بعده راح يكون تمرين الأوفر هيد بريس باستخدام الباند يساعد على تقوية أيضا الأكتاف. بما أن الأكتاف عضلة صغيرة تحتاج أنها تكون قوية، فالباند وايد حلو أنه يساعدها في تقوية الأكتاف. وآخر تمرين الرابع اللي هو راح يكون البايسبس باستخدام الباند، راح أثبت بريولي أيضا وراح أسوي بايسبس تكرار يساعد على تقوية عضلات الأرمز كلها، عضلات السواعد وعضلات البايسبس. وهني تقريبا قطينا مجمل عضلات الجزء العلوي في هذا الفيديو. يعطيك الصحة والعافية. تعتبر الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق من الجمعيات اللي تهتم وتركز في استراتيجيتها على تعزيز ثقافة الحد من أخطار الكوارث وزيادة الأنظمة والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع. حول هذا الموضوع نرحب بضيفنا المهندس عادل عبد العزيز النصار، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق. نقول لك صبحك بالخير ويعطيك العافية. صبحك بالخير. الله يسلمك ويعزك. في البداية لو نتعرف على قائمة أنواع الكوارث الطبيعية، شنو راح تقول لنا؟ والله الكوارث، أول شيء نعرف الكوارث على أساس أن الكارثة هي حالة تخلي المجتمع أو الإنسان ما يعيش حياته الطبيعية، شيء يغير من نمط حياته، يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى ملبس، يحتاج إلى مأوى، يحتاج إلى رعاية طبية، يحتاج إلى أشياء كثيرة تعيق حياته الطبيعية. الكوارث الطبيعية هي من أمثالها الزلازل، الحرائق، الحرائق الكبرى، من أمثالها الفيضانات، الانزلاقات، من أمثالها البراكين، أشياء كثيرة يعني. وللأسف في كوارث أيضا ما هي طبيعية، كوارث من صنع الإنسان. صحيح. مثل الكوارث البيئية للأسف اللي قاعد تصير الآن، وكوارث تصير بعد كوارث تكنولوجية وتقنية هم بادية تصير خلال القرن الماضي. صحيح. ومن الممكن نتأثر خلنا نقول على استمرارية وديمومة عمل الإنسان في هذه المستديرة. مثل ما نقول عندكم حملة جميلة أنتوا قايمين فيها، نبي نتعرف على هذه الحملة واسم الحملة وليش اخترتوا هذا الاسم. والله بمناسبة أن اليوم 13 أكتوبر هو اليوم الدولي للحد من أخطار الكوارث، الجمعية يعني سوت كتيب إرشادي. كتيب إرشادي. كتيب إرشادي. ممتاز. باسم الدليل الإجرائي للحد من الكوارث وأخطارها. حلو. الحمد لله الكتيب هذا يعني تونا ناشرينه. الحمد لله. وموجود على موقع الجمعية اللي يحتاج إنه ينزله مجانا. قاعدين نشوف بعد الصورة عندنا على الهواء. فموجود على موقع الجمعية. يعني الدليل هذا باختصار يحتاجه كل رب أسرة بكل بيت
يحتاجونه بكل منشأة، كل مبنى، كل وزارة، كل مدرسة، يعطيه إجراءات وإرشادات بسيطة شلون يتصرف ما قبل حدوث الكارثة، صحيح، ما أثناء الكارثة شو يسوي، وبعد ما تخلص الكارثة اللي هي يعني منطقة الإفاقة ومنطقة يعني النجاة من الكارثة شلون يتصرف. جميل، وهذا الكتاب موجود يعني بصيغة البي دي اف خلينا نقوله، بالصيغة الإلكترونية أقدر أنزله عن طريق الموقع. اي نعم ومطبوع طبعا، راح نوزع إن شاء الله على جميع الجهات والوزارات كهارد كوبي، وموجود بي دي اف موقع الجمعية. جميل، يعني الواحد بدل لا ياخذ ويتنقل مواقع التواصل الاجتماعي ويتابع اشياء من الممكن انها ما تفيده، جميل جدا انكم تنزلون هذا النوع من الكتب عشان يعني نرتقي خلونا نقول بثقافتنا المجتمعيه الانسانيه ونفطن نفسنا ونعلم نفسنا تجاه هذه الامور. خلينا نتكلم عن اهميه التعاون بينكم وبين الجهات المعنيه في شراكه مجتمعيه جميله عندنا بالكويت. صحيح، نبي نوضح للمشاهد. الحمد لله الكويت تزخر ونفتخر بالكويت ان عندنا جمعيات نفع عام كثيره جدا، الحمد لله تغطي جميع الجوانب. جمعيات النفع العام كلها، كل جمعيه بنشاطها وكل جمعيه بمجالها اللي تعمل فيه. بالنسبه لجمعيتنا الجمعيه الكويتيه لحمايه اخطار الحريق، جمعيتنا مركزه على حمايه الارواح والممتلكات من الحرائق ومن أخطار الحرائق ومن الكوارث ومن الأزمات. تعاوننا الحمد لله صاير مع جميع الجهات الحكومية على رأسهم الإدارة العامة للإطفاء اللي هو قوة الإطفاء حاليا، قوة الإطفاء العام والحرس الوطني والجهات العسكرية وكذلك جمعيات النفع العام الأخرى اللي بيننا وبينهم علاقات يعني وطيدة الحمد لله. الحمد لله. لو نتكلم أكثر على البرامج التوعوية للجمعية، كونكم جمعية نفع عام يعني وكونكم عندكم مسؤولية مجتمعية تجاه المجتمع، أكيد راح تكون عندكم حملات توعوية، أكيد راح تكون عندكم على سبيل المثال ورش تدريبية، سيمينارز، ويبينارز، الأمور هذه اللي تخدم هذه الثقافة المجتمعية ونشر هذه الثقافة المجتمعية، خلينا نتكلم عنها. الحمد لله يعني بالجمعية، أعضاء الجمعية يعني عندنا إن شاء الله حاطين خطط، كل سنة قاعد نركز على جانب معين. السنة هذه مركزين على الكوارث والأزمات إن شاء الله، إذا الله كريم إن شاء الله ويسهل ويصير ترجع إن شاء الله المؤتمرات لايف إن شاء الله. عندنا مؤتمر قريب جدا اللي إن شاء الله راح يصير تحت عنوان المؤتمر الحد من آثار الكوارث والأزمات، إن شاء الله راح يصير أول ما تفتح إن شاء الله هذه اللي يفتح لنا، ممكن يسمح لنا أن نسوي هذه الأشياء. المؤتمر هذا إن شاء الله راح يعني يكون مؤتمر تلتقي فيه جميع أصحاب الاختصاص والجهات المسؤولة بالدولة اللي لازم في وقت الحدث يكونون مترابطين مع بعض، يكون في تضافر. تضافر، والمثال أقرب مثال المطرة اللي صارت إذا تذكرون قبل كم سنة، شهر 11 2018. نعم ما شاء الله عليك. المطرة اللي صارت هذه شلون يعني تداعت جميع الجهات الحكومية والجمعيات النفع العام كلها تعاونت مع بعض، والحمد لله خلصنا هذه اللي ممكن نطلق عليها يعني كارثة أو أزمة. صحيح، خلصناها الحمد لله رب العالمين بأقل عدد من الإصابات، حماية للأرواح وأقل عدد من الخسائر. الحمد لله، هذا كله خير وبركة من رب العباد. ولو نتكلم عن دولة الكويت، يعني دولة الكويت يعني تعد نموذج عالمي رائد في الاستعداد والجاهزية للتعامل خلنا نقول الناجح مع حالات الكوارث. خلنا نتعرف على هذا الدور المهم من حكومة دولة الكويت ومن الجهات المعنية ومنكم أنت وأيضا كجمعية نفع عام. إحنا أول شيء بدأ كجمعية، إحنا عندنا اتفاقيات مع جهات عدة من العالم، إحنا عضو بالشبكة العالمية لجمعيات النفع العام للحماية والحد من أخطار الكوارث في شرق آسيا وشمال أفريقيا. دولة الكويت الحمد لله يعني اللهم لك الحمد، الحمد لله نبراس للعمل الإنساني والخيري وإنقاذ ومساعدة المحتاج. ولنا في الأشياء اللي صارت بالصيف، الحرائق اللي صارت في جمهورية تركيا واليونان وبعد الجزائر، الأمر السامي من صاحب السمو بتقديم يد العون والمساعدة. فالحمد لله يعني الكويت يعني مادة إيدها بكل المحافل الدولية، ويعني من أكبر أو يعني يدلل على ان الكويت يعني حاطه في نصبها الشيء هذا وجود المركز التعاون الخليجي اللي للحد من حالات الطوارئ والازمات
مقره دوله الكويت. الحمد لله. انزين، اللي تعجبه خلنا نقول الافكار المطروحه من جمعيتكم، اللي حاب انه يساعد ويساهم في نشر هذه الثقافه المجتمعيه، شنو شروط الانتساب للجمعيه، طريقه التقديم، غيره من هذه الامور؟ موجود بالموقع كل شيء. اعضائنا ما في شروط، يعني شروطنا عاديه، مجرد شخص ملم، عنده درايه، عنده المام بالامور الوقايه والكوارث والحمايه من الحريق. وأمانة بخلال المعارض اللي شاركنا فيها داخل الكويت وخارج الكويت، وايد من الناس يقولون ودنا ننضم للجمعية بس ما تنطبق علينا الشروط، ففتحنا باب للتطوع. حلو. فموجود باب للتطوع للانضمام للمتطوعين الجمعية من جميع الأجناس، جميع الأعمار، يكونون موجودين ويكونون يساهمون في توعية المجتمعاتهم وأسرهم. وهذا شيء زين، الواحد حلو أنه مثل ما يقولون يشتغل ويستغل الوقت بطريقة إيجابية، بطريقة تفيده وتفيد مجتمع، بدل ما يضيع وقته بالأمور خلنا نقول السلبية أو غيره. يعني مهندسنا، نصايح مهمة حاب أنك تقدمها للمشاهدين، ونحن مقبلين على فترة الشتاء فيها أمطار، ما ندري رب العباد شنو كاتب، الله يسهل الأمور إن شاء الله، لكن فيها أمطار وفيها شوي خطورة بالطريق، غير من هذه الأمور، نبي نتفادى كل هذه الأمور، شنو النصيحة اللي تقدمها؟ والله النصيحة اللي أقدمها أن ما ننطر الحدث أو الخطر يصير وبعدين نبدأ شوية نتحرك، يعني بحركة أو نتصرف تصرفات سريعة وما تكون ممكن مجدية. صحيح. فمن الأفضل أن نستعد قبل وحصول للخطر. إحنا مثل ما تفضلت موسم الشتاء جاي علينا، عندنا رحلات الله يسهل البر إن شاء الله على شهر 11. صحيح. وعندنا إن شاء الله الأمطار، وعندنا الخير إن شاء الله. خير من الله إن شاء الله. فعندنا كل شيء إن شاء الله موجود، اللي يدش على موقع الجمعية راح يلقى بروشورات خاصة بالأخذ، يعني مثلا البر راح يلقى شيء مختص فيه شنو الأشياء اللي يسويها ينتبه لها، حصول الأمطار موجود بالبروشور، موجود فيه شنو الإجراءات اللي تسويها قبل حصول الأمطار، وإذا صار وقت المطر شنو تسوي، والتعافي، سرعة التعافي بعد شو تسوي. جميل، يعني للأمانة شيء جميل ومجهود جبار، تشكرون عليه، كل الشكر لك. ضيفنا المهندس عادل عبد العزيز النصار، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، جزاك الله الخير، ما قصرت على الجاي. يطول عمرك، الله يسلمك وعمرك يطول. ننتقل إلى زميل نجيب القحطاني المتواجد في مركز النويصيب الحدودي، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معانا ونبني نشوف ايش قاعد يصير بالنويصيب. مشاهدي الكرام، أصب عليكم الخير وأصب على الزميل هاشم ومنيا، ومثل ما احنا عودناكم في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في منفذ النويصيب الحدودي التابع لوزارة الداخلية، ويمكن الكل سمع في السماح من وزارة الداخلية للقادمين إلى دولة الكويت عبر منفذ النويصيب والسالمي الحدودي بالدخول من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 2 فجرا بعد أخذ الإجراءات والاشتراطات الصحية. بالسابق كان من الساعة 12 الظهر حتى الساعة 12 بالليل، لكن الآن تم تغيير هذا الوقت. راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع معنا العقيد عبد اللطيف يوسف الخراز، مساعد مدير إدارة منفذ النويصيب الحدودي في وزارة الداخلية. صبحك الله بالخير العقيد عبد اللطيف، وعساك على القوة ويعطيكم العافية. صبحك الله بالخير، وأحب أصبح على السادة مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. نعم صحيح، في البداية تم تمديد فترة دخول المسافرين عن طريق منفذ نويصيب ومنفذ السالمي. في السابق كان من الساعة 12 الظهر لغاية الساعة 12 صباحا، حاليا من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 فجرا. يعني هذا ما شاء الله التمديد اللي صار من الساعة 8 الصبح للساعة 2 الفجر، اعتقد انه سهل. احنا كذلك ان اليوم الصبح احنا يعني موجودين من الساعه تقريبا 6 او 6 ربع، قاعد نشوف كذلك ان تسهيلكم حتى للمعلمين
اللي يدخلون دولة الكويت من الساعة تقريبا 5:30 فتحت لهم المجال فقط للمعلمين، لكن للي قادم إن شاء الله دولة الكويت من الساعة 8 إلى الساعة 2 الفجر. نعم صحيح، نظرا لكثافة أعداد المسافرين وبناء على طلب السلطات الصحية تم تمديد فترة الدخول من الساعة 8 صباحا لغاية الساعة 2 فجرا. وأما بالنسبة للمعلمين فدخولهم من الساعة 5:30 صباحا لغاية الساعة 7:30 صباحا. وأما دخول المعلمين بالنسبة للمعلمين دخولهم بدون اشتراطات كما هو الحال بالنسبة للمسافرين، فقط التأكد من حصولهم على جرعتين من اللقاح المعتمد في دولة الكويت. خلينا نتكلم عن التسهيلات اللي تعطى للقادمين إلى دولة الكويت، سواء للقادمين أو المقادرين. تسهيلاتكم ما شاء الله، احنا نشوف الكباين ما شاء الله موجودة متوفرة، في الشباب موجودين، يعني ما يطول من يدخل منفذ الكويت الحدودي ما يطول حتى يمكن دقائق بسيطة يكون خالص شغله وجاهز وطالع من المنفذ. نعم صحيح، بداية دخول المسافر يتوجه إلى منطقة الفحص الطبي المخصصة لإجراءات الفحص المسافرين، مجرد انتهاء من وزارة الصحة إجراءات وزارة الصحة يتم التوجه إلى كباين جوازات الدخول ومن ثم الجمارك. الإجراءات سهلة وما في إن شاء الله تعطيل على الإخوان المسافرين، وإحنا يعني نبذل كل الجهد لتسهيل حركة الدخول ومغادرة المسافرين عن طريق المنافذ البرية. العقيد عبد اللطيف يوسف الخراز مساعد مدير إدارة منفذ المصيب الحدودي في وزارة الداخلية، إحنا نشوف كذلك موجودين يعني رجال الحرس الوطني يعطيهم العافية، بالخصوص كذلك وزارة يعني وزارة الصحة موجودين معاكم، هذه كلها تسهيلات ويعني لمساعدتكم في تسهيل دخول سواء اخواننا من دول مجلس التعاون او اخواننا او اهلنا المواطنين او اللي حاب انه يطلع وانه يدخل من هذا المنفذ. نعم صحيح، الاخوان في الحرس الوطني قدموا صراحة يعني خدمة كبيرة لتسهيل دخول المسافرين، لان الاعداد اللي تتردد على منفذ ويصيب اعداد كبيرة، فقاموا بالإسناد مع إخوانهم في وزارة الصحة الإجراءات الطبية المطلوبة على المسافرين، والحمد لله يعني كان وجودهم واضح. لو نتكلم العقيد عبد اللطيف عن يعني يجب قبل دخوله إلى المنفذ الحدود لابد أن يكون معه فحص البي سي آر، ما عنده فحص البي سي آر ما يقدر يدخل الكويت. نعم صحيح، يتوجب إحضار فحص بي سي آر مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ ووقت أخذ العينة. بالنسبة للأطفال، الأطفال من 6 سنوات يحتاج مسحة بي سي آر، يعني هذا لابد أن تكون هذه المسحة موجودة قبل يدش دولة الكويت يأخذ هذه المسحة، يكون مع هذه الورقة معتمدة موجودة من الجهة اللي هو قادم منها. نعم صحيح. خلينا نتكلم عن يعني وقت الدخول والخروج، لابد انه يحتاج، قبل بالسابق كانت البطاقه المدنيه، الان لابد يكون معه جواز السفر. بالنسبه للمغادره والدخول يتوجب على المسافر احضار جواز السفر وان يكون متلقي لجرعتين من اللقاح المعتمد في دوله الكويت، وكذلك احضار فحص بي سي ار يثبت خلوه من الاصابه بفيروس كورونا. شنو تقدم نصيحة العقيد عبد اللطيف للمقادرين والقادمين إلى دولة الكويت؟ يعني لابد أن في بعض مرات يقولك والله لازم تشيك على جوازك، بعض الأمور الطفل مثلا ما جددت له، يعني صادفكم بعض الأمور هذه اللي تشوفونها أنتم في المنفذ الحدودي، حتى نوجه هذه الرسالة للمواطنين والمقيمين. أنا وعلى الأخوة المسافرين التأكد من صلاحية جواز السفر وكذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية واحضر جميع المستندات المطلوبة للمغادرة والدخول. يعني تعاونكم بين إدارة الجمارك، وزارة الصحة، الحرس الوطني، إدارة المنافذ ما شاء الله يسهل هذه الحركة في هذا المنفذ. نعم الحمد لله، يعني احنا كلنا نعمل ايد واحدة لمصلحة بلدنا الغالي الكويت. كل الأمور اللي تتعلق في المسافرين من ناحية طبيعة العمل في المنفذ، من ناحية تطوير العمل في المنفذ، هناك عمل مشترك بين جميع الجهات المتواجده في منفذ ويصيب. يعني احنا قاعد نلاحظ الله يسلمك العقيد عبد اللطيف ان يعني
ما في زحمة، ما شاء الله بسهولة توصل للمنفذ الحدودي بكل يعني راحة، ولا تتعب ولا شيء، ولا اللوية هذه كلها، مجرد أن توصل جوازك معك فحصك معك موجود تسلمه عند الجهات المختصة وتتوكل على الله وتدخل دولة الكويت. نعم الحمد لله الجميع قاعد يقوم بعمله إن شاء الله على أكمل وجه من ناحية الإخوان في وزارة الصحة والإخوان في الحرس الوطني والإخوان الموظفين اللي متواجدين التابعين لوزارة الداخلية والإخوان في الجمارك كذلك. الكل يبذل جميع الجهود لتسهيل عملية دخول ومغادرة المسافرين عن طريق المنافذ البرية. نقول الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة على هالمجهود الطيب لخدمة المواطنين والمقيمين لتسهيل يعني دورهم ودخولهم إلى دولة الكويت وكذلك خروجهم إلى من دولة الكويت إلى دول المجلس التعاون. مشاهدي الكرام كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من منفذ للنواصيب الحدودي وتحدثنا عن قرار وزارة الداخلية السماح للقادمين إلى دولة الكويت عبر منفذ للنواصيب والسالمي بالدخول من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 فجرا بعد أخذ الاشتراطات الصحية من السلطات الصحية في دولة الكويت. راح نرجع إلى هاشم ولا منى لتكملة فقرات برنامج صباح الخير. لكم الهواء تفضلوا. حياكم الله من جديد مشاهدينا. في البداية نشكر زميلنا نجيب وضيفه الكريم المتواجدين في نويصيب مركز نويصيب الحدودي على هذه التوضيحات للسادة المسافرين. مشاهدينا إنجاز طبي كويتي يسجل باسم جميع من شارك في العملية الطارئة والأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت واللي تمثلت بفصل توأم سيامي، وأجريت العملية في قسم جراحة الأطفال في مستشفى ابن سينا للجراحات التخصصية. عن هذا الموضوع راح نتكلم اليوم مع ضيفنا الدكتور عمار علي النقي بروفيسور مساعد في جامعة الكويت واستشاري جراحة الأطفال. صباح الخير دكتور. صباحك الله بالخير. حياك الله وياك. صباح على مشاهدينا. في البداية نحب نوضح للسادة المشاهدين شنو تعريف التوأم السيامي؟ التوأم السيامي هو توأم ملتصق، وهذا الالتصاق يكون في أماكن مختلفة، ممكن يكون في البطن، بالصدر، بالرأس، من الظهر، كل الأماكن، ممكن يكون نفس المشيمة أو مشيمتين مختلفتين، لكن هذا تعريف التوأم السيامي. طيب خلينا في البداية نبارك لكم هذا الإنجاز الكويتي الرائع اللي هو العملية اللي تعتبر الأولى من نوعها في على مستوى دولة الكويت. خلينا نتكلم شوية بتفاصيل عن استعدادات هذه العملية والوقت القياسي اللي تمت فيه. الله يبارك فيكم. كان فريق عمل كامل، جسد طبي كامل اللي شارك في هذا الإنجاز. الشيء اللي ودي أذكره، لازم كل لقاء أقول شيء يعني غير عن اللي طاف عشان لا يصير تكرار كلهم. نعم. لبعض. العادة فصل التوائم السيامية يتم بتجهيز كامل، يعني عندنا الوقت متسع من الوقت ان نسوي اشعاعات، نشوف، نتاكد شنو الاعضاء اللي متصله، شنو اللي نقدر نسوي، شنو اللي نحتاجه، التخصصات اللي نحتاجها. لكن كان مثل ما تفضلتي ان هذه الحاله كان فيها وضع طارئ اللي يحتاج اني اشكل فريق كامل واحاول اخطط على اكبر واوسع مجال بوقت قصير جدا، بوجود الامعاء الملتويه، بوجود الوضع الطارئ للطفل اللي نحتاج أن ننقله خلال أقل من 6 ساعات
نعم. كنا في غرفة العمليات وعندنا فريق من 18 طبيب من مختلف التخصصات عشان نحتاج أن نفصل الطفلين ونتأكد أن الأمعاء اللي كانت ملتوية لا تضر بباقي الأمعاء أو باقي المحتوى تجويف البطن. نعم، هل يعني تقصد دكتور أن هذول الأطفال كانوا ملتصقين من ناحية البطن يعني؟ أي نعم. يعني علشان أي نعم. كانت العملية فيها أمعاء والجهاز نعم. الهضمي ممكن نعم. يتأثر. شنو التعقيدات اللي كانت أثناء إجراء هذه العملية غير أن الوقت كان عامل يعني جدا صعب؟ تعقيدات على أكثر من مستوى. فلو إحنا نفكر أن نقل الأطفال إلى ابن سينا يتم عن طريق سيارة، وهذه السيارة أو الإسعاف تتسع لعدد معين من الأشخاص لنقل مريض. نعم. فما بالكم مريضين في آن واحد، يحتاج فريقين نقل في غرف في هذا الإسعاف. قسم الخدج في مستشفى العدان قام بدورهم على أتم وجه صراحة، والله يعطيهم العافية برئاسة الدكتورة نيران نقيب. نقلوا لي عندنا في العناية المركزة، عناية المركزة داخل حاضنة واحدة في أول الاستلام عندنا في ابن سينا، نفس الشيء متعودين داخل حاضنة مريض، الحين احنا قاعدين نتحكي عن مريضين. نعم. نضرب باثنين كل شيء وايد، عندنا احجامهم صغيره 800 جرام قاعد نتكلم، ما قاعد نتكلم عن 3 و4 ولا 10 كيلو مثل التوائم السياميه اللي لو نشوف جيراننا اللي هم اكثر دوله متخصصه في فصل التوائم السياميه في السعوديه، ودكتور عبد الله الربيع اللي يفصل الى الان ما يقارب الى 40 او 45 طفل سيامي، وهذا هو مركز يبعث له كل التوائم السيامية اللي من العالم. هم مجهزين، وإحنا احتجنا أن نعمل هذا التجهيز كله خلال ساعات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، والحمد لله تكللت العملية بالنجاح. بالإضافة إلى قسم إلى التخدير اللي احتجنا أن نحتاج غرفتين عمليات في غرفة واحدة. كل شيء اثنين بواحد، كل شيء اثنين بواحد. فعلاً هي عملية واحدة ولكن لجسدين مختلفين. صحيح. يعني فأكيد صحيح. كل شيء كان مضاعف يعني، كل شيء انضرب باثنين مثل ما ذكر الدكتور. وذكرت أيضا أن تم إنشاء فريق طبي أعتقد من 16 دكتور 18 طبيب من مختلف التخصصات. صحيح. بالإضافة إلى طبعا الهيئة التمريضية في مستشفى ابن سينا. كلمنا شوي عن هذا الفريق وعن التخصصات اللي كانت فيه. فعندنا دكاترة الخدج، دكاترة العناية المركزة الخدج، بالإضافة اللي كانوا متواجدين في بداية العملية، جراحة الأطفال، جراحة المسالك البولية للأطفال، والدكاترة المساندين لهم. كل هذولا وإحنا مثل ما قلنا كل شيء مضروب باثنين، يعني إذا نحتاج واحد لا نحتاج اثنين منه. دكاترة استدعيناهم من البيت عشان يون ما كانوا لهم أي صلة في ذاك الليلة، يعني الليلة لأن ليلة خفارة، الخفارة هو اللي يكون مناوب. بالإضافة إلى كانوا في دكاترة على أهبة الاستعداد، كان في مكالمات هاتفية مع دكاترة بحيث أن التخصصات الباجية ما في داعي أن أجيبكم كلكم الحين، لكن راح نشوف إذا في أي، لكن خليك مستعد لأي اتصال. بالضبط. نعم. بالضبط. فهذه الـ 18 طبيب هم اللي كانوا متواجدين فعلا. نعم. هذا إلى جانب غيرهم كانوا يعني أون كول خلينا نقول، أو جاهزين لأي اتصال في أي طارئ. أيضا قبل شوية ذكرت في أحد إجاباتك أن التخدير لعب دور كبير في هذه العملية، وأكيد يعني ما نقدر نغفل عن هذا الدور، فكلمنا عن دور ممرضين التخدير وأطباء التخدير. أطباء التخدير كان لهم دور حيل كبير. العملية أنها تتم في سلاسة، وتم في حالتين مريضين موجودين موصلين بالأخير عقب ما نغطي الطفلين في غرفة العمليات اللي باقي فقط أنابيب، إنهم قادرين يفصلون هالأنابيب هذه بحيث إنه ما يحصل أي لخبطة بين هذول الطفلين اللي موجودين في غرفة عمليات واحدة لأول مرة. نعم. العادة مريض نتأكد قبل لا يدش، نشوف اسمه الملف، الحين عندنا ملفين. نعم. عندنا مريضين، اسمين حالتين. وانه يتم بهدوء، وللأمانة أوجه لهم كل الشكر، أنا ما سمعت صوتهم في غرفة العمليات
على حرج او حرج المريضين على طاوله العمليات واحتياجهم للكثير من الاهتمام. ما راح ادخل في تفاصيل اللي تمت داخل غرفه العمليات، لكن واحده من الشغلات اللي كنا محتاجينها كانت سيوله الدم في الطفلين 3 أضعاف الطبيعي. وكميه 800 جرام، نقول ايش كثر كميه الدم تتوقعون داخل اجسامهم؟ 800 جرام اقل من 80 ملي. فالعمليه كنا مسوينها مثل ما يقولون على اطراف اصابعنا، قاعد نتاكد 1000% انه يتم على اتمم وجه بدون ما نذرف اي قطره دم بدون داعي. والله يا دكتور كل ما تذكر تفاصيل اكثر يبين الوضع ايش كثر كان حرج. صحيح. وكان صعب، وكان يعني مثل ما قلت محصور بوقت وحاله خلينا نقول يعني جدا حساسه. فاكيد ما نغفل عن دور الكادر التمريضي الى جانب الاطباء، بالتاكيد لهم دور كبير جدا، فياريت توضح لنا شنو كان دورهم في هذه العمليه. هم لهم الدور الأكبر. أنا عمليتي كانت 6.5 ساعات وهي عملية الطاقم الكامل، لكن دور التمريض قبل وبعد وللحين ماشي. الساعات هذه كلها اللي أنا الحين وياك بالمقابلة، من اللي قاعد يعتني في المرضى غير الدكاترة اللي قاعد يشرفون؟ الهيئة التمريضية. أنا وجهت لكم شكر وكل باسمه، وقلت كل واحد باسمه في لقائي السابق، ما راح أعيد الأسامي، لكن فعلا الهيئة التمريضية هم اللي يكونون أو يخلون الطبيب ينتقل من مرحلة إلى المرحلة الثانية. الطبيب يبذل قصارى جهده إنه يسوي اللي يقدر عليه، لكن أغلب الوقت الهيئة التمريضية هم اللي موجودين. بالتأكيد في كل مهنة في أيادي خفية هي اللي يعني تساعد في هذه الأمور، فأعتقد الهيئة التمريضية هي الأيادي الخفية اللي تظل أو تعتني خلينا نقول في ما يجري في غرفة العمليات. نبي نعرف الحالة الصحية للتوائم الحين. الحمد لله. إحنا الخبر وصل للميديا أعتقد عقب 3 أو 4 يوم من العملية. نعم. فالحمد لله كانت حالتهم حرجة ذاك الوقت. الحين حالتهم أفضل. دكتورة نيران النقيب تكلمت في هذا الشيء إن الحمد لله أمورهم مستقرة في الوقت الحالي. نعم. وإن شاء الله نتمنى لهم الشفاء العاجل، ويا رب يرجعون ويقعدون بحضان أهاليهم قريبا يا رب. الخدج حالاتهم دائما تحتاج إلى عناية في العناية المركزة. نعم. لفترة من الزمن، فما بالكم بعد عملية. الله يقومهم بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله ولهم طولة العمر وتصير هذه الذكريات يسولفون فيها أنهم كانوا متلاصقين جسديا يظلوا متلاصقين في الدنيا إن شاء الله كأخوان. دكتورنا بنعرف بس عن مستشفى الأطفال التخصصي، إذا كان عندك يعني نقطة بتوضح عن مستشفى الأطفال. مستشفى الأطفال ضرورة. إحنا في الكويت عندنا 1.25 مليون أطفال أقل من 18 سنة، إذا نعتبر العمر أقل من 18 سنة الأطفال، وهذا المتعارف عليه عالميا. للحين بالكويت ما عندنا مستشفى أطفال كامل بعناية الطفل في جميع تخصصاته. مو أنا فيني شيء له علاقة بجراحة الأطفال أروح بابن سينا، البنك الوطني، لا، نبي كل التخصصات تكون في مستشفى واحد. نعم. وهذا واحدة من الشغلات اللي وزارة الصحة حطتها بالخطة الخمسية لها. وإن شاء الله يا رب ترى النور قريبا يا رب، وتجمع كل التخصصات الأطفال في خدمة الطفل. نعم. للكويتيين وللمقيمين إن شاء الله يا رب عما قريب. إن شاء الله. مرة ثانية شاكرين لك على هذا التواجد، وشاكرين لكل فريقك على هذا الإنجاز الكويتي المشرف. كل الشكر للدكتور عمار علي النقي، بروفيسور مساعد في جامعة الكويت واستشاري جراحة الأطفال. فاصل ونرجع لكم.
أكيد الأغلب منكم سمع عن دول تشرق فيها الشمس لفترات طويلة ودول ثانية تغرب فيها الشمس لفترات أطول، لكن هل سمعت عن ظاهرة شمس منتصف الليل؟ خلونا نتعرف على هذه الظاهرة من خلال هذا التقرير، تابعوا. شمس منتصف الليل هي ظاهرة طبيعية تحدث في أشهر الصيف في أماكن تقع شمال الدائرة القطبية الشمالية أو جنوب الدائرة القطبية الجنوبية، عندما تظل الشمس مرئية في وقت منتصف الليل المحلي. وفي النرويج بسبب تعدد خطوط العرض توجد اختلافات كبيرة في طول اليوم، حيث لا تغيب الشمس تماما تحت الأفق، ولهذا قيل أن النرويج أرض شمس منتصف الليل، بينما تكون في بعض البلدان طول النهار بحدود 20 ساعة، وفي المقابل تجد أن الشمس لا ترتفع فوق الأفق في الشمال، وبهذا تكون ساعات النهار قصيرة جدا في بقية أنحاء النرويج، وتستقطب هذه الظاهرة عشرات الآلاف من السياح، حيث أن الحركة السياحية في الصيف تشهد نشاطا كبيرا، لا سيما وأن النرويج تتمتع بطبيعة خلابة خاصة في المناطق الشمالية الغربية، وليس في النرويج فقط، إنما في عدة دول مثل السويد وفنلندا وأيسلندا وألاسكا الواقعة على خط عرض 66 درجة شمالا، وهو خط المناطق القطبية. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى لكم دوام الصحة والسلامة، نلتقيكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.